غمض عيونك وقعد مكان مريح. غمض عيونك ومد ايدي ناديك. اتخيل انه اني اجي وامسك ايدي ناديك. استشعر انه اني فعلا ماسكه ايدي ناديك. واستشعر بهاي اللحظة عند جناحات كبيرة اقول لك تعال وياي. امسك ايدك الان وراح نصعد فوق نطير. راح اطير راح اخذك وياي، ولما ارتفع راح تطلع لك ايضا جناحات وترتفع. راح نرتفع فوق بيتك مدينتك انا وياك. اقول لك تطمن. تخيل مستشعر الأمان اللي بقلبك. نصعد فوق نوصل الغيوم السماء وأني ماسكة بإيدك. نوصل الفضاء، شوف الكواكب، شوف النجوم، شوف زحل، أنا أحب زحل، شوف الأرض وأني ماسكة بإيدك هنا. أنا شوف نفسك انت قاعد بالغرفة او بالمكان اللي قاعد تسمع به هذا التأمل. ممكن انه تكون وحيد، ممكن انه في بالك مليون شغلة، ممكن عندك هموم، ممكن وممكن وممكن. لاحظ نفسك واشتشعر انه انت فعلا تقدر تغير هذا الواقع. بهذا المكان واحنف بالسماء بالفضاء، خلينا ندعي ونقول إلهي يا الله يا الله يا الله، ساعدني حتى أكون بأفضل احتمالاتي. أطلب منك يا الله وأطلب من ملائكتك وجنود السماوات والأرض مساعدتي. اتخيلوا احنا بالفضاء، الملائكة تحيطنا الآن وتنظر إلي وتقول لك فقط أطلب، أطلب منهم المساعدة الآن. الملائكة هم هدايا الرحمن، ولما تقولهم ساعدوني راح ينزلون إلى الأرض ويحيطوك في بيتك وانت المكان اللي انت به. شاهد نفسك، شاهد نفسك وانت قاعد في بيتك. شاهد الملائكة شلون أحاطتك الآن وشلون ساعدتك. شاهد حياتك والملائكة حولك. تخيل انه حياتك مثل لعبة الشطرنج، تقدر تشيل وتحرك القطع بكيفك وتحرك بكيفك. غير الأحداث، غير الأحداث الآن بالشيء اللي انت تريده. هذه حياتي هي حياتك، هذا الواقع هو واقعك. تقدر الآن إنك تغيره فقط بهذا التخيل، بهذا التأمل، بهذه الثقة والإيمان إنه الله وملائكته كلهم وياك ويساعدوك. شاهد الناس تبتسم لك، شاهد الأشياء اللي أنت ترغب بها فعلا تحققت. مهما كان همك، مهما كان حزنك، كن على ثقة، الله معك دائما والملائكة وياك دائما. شاهد حياتك الآن وانت تغيرها مثل ما انت تريد. هوني ماسك ايدي نادك واقفين بهذا المكان. راح أنظر عليك وأبتسم وأقول لك تطمن. الآن راح نرجع للمكان اللي أنت بي كنت. راح ترجع وأرجعك. لكن أنت الآن ممكن تكون في نسختك الأفضل بمرافقة الملائكة اللي هم هدايا الرحمن إليك. اتذكر دائما ان الملائكة هي مصدر
للمحبة، هي مصدر من الله الرحمن الرحيم الغفور المحب الودود الرزاق. من هاي اللحظة تأكد إنه في كل لحظة تدعي الله راح يستجاب دعائك. دائما دائما الله يستجاب دعائك دائما. اللي ينقصك هو فقط إنك تكون أكثر ثقة وأكثر إيمانا. شفت نفسك وأنا قلت لك انطيني إيديك وأنا راح أمسكها وراح نصعد، وأنت كنت واثق إنه أنا راح أكون وياك وأخذتك وصعدنا فوق. مرة ثانية لما تطبق هذا التأمل كن على ثقة وتخيل إنه هاي الإيد ممكن تكون هاي إيد الله سبحانه وتعالى. ثق إنه الله دائما في كل لحظة يمد إيدك، يمد إيده إليك حتى يساعدك. ما يهم الطريقة كيف ومدى وأين، في كل مرة أنت تدعي الله سبحانه وتعالى يساعدك ويستجاب دعائك بحكمة إلهية بطريقة سحرية لصالحك. والملائكة هم طاقات نورانية يحيطوك يرشدوك حتى تكون في أفضل احتمالاتك. أحبك وشكرا لتطبيقك هذا التأمل، ممكن يكون هو رسالة إليك في وقت أنت تحتاجه. رمضان بركة وخير عليكم يا رب. أحبكم. نور كايزر.